كابتن ضياء السيد واحد من الناس اللي ليها يعني فضل كبير جدا جدا عليا وعلى تغيير مسار حياتي. يعني انا كنت من ناشئين نادي الشمس، وكنت بلعب في منتخب مصر للناشئين، وفي يوم جات لي مكالمه من كابتن ضياء قال لي: انا ضياء السيد، تلعب في النادي الاهلي؟ قلت له: اه كابتن ضياء طبعا العب في النادي الاهلي، ده شرف ليا. قال لي: تيجي تلعب ماتش ودي بكره؟ قلت له: العب ماتش ودي بكره؟ يعني حضرتك اكيد عارفني، فهلعب ماتش ودي ليه؟ قال لي: تيجي تلعب بكره ماتش مع الفريق الاول ودي؟ قلت له: اجي العب ماتش. قال لي: خلاص. قلت له: اه هاجي العب ماتش ودي. بس كلمت المسؤولين في نادي الشمس واستاذنتهم، ورحت فعلا لعبت الماتش الودي. كان موجود في الماتش الودي كابتن طارق سليم، وكان الجهاز الفني كله. وبعد كام دقيقه كده من الماتش ما بدا، كابتن طارق قال لهم: مين الواد رقم 7 ده؟ لعيب كويس. قال له: بس هو ده اللي انا كنت جاي لك عليه، انا جاي لك بقى عشان رقم 7 ده. خلصوا بقى، ده بيلعب في الشمس وعايزين نخلصه. يلا سلام عليكم. وخد بعضه وما كملش حتى الماتش. كابتن ضياء راح واخد بعضه وطلع نادي الشمس تاني يوم. قابل كان دكتور عمر عبد الاخر، هو اللي كان رئيس مجلس اداره المعين في الوقت ده. فقال له: انا عايز اتمشى. راح له التراك، فقال له: عايز اتمشى مع حضرتك. قال له: وانا انت مش لابس يعني جزمه بتاعت المشي، فانا سيبني اخلص وان شاء الله نقعد مع بعض. قال: لا 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 خلاص، انا رحت راح قالع الجزمه ونزل اتمشى معاهم في التراك، وخلص الموضوع في اقل من 10 دقائق.